ماما دايما تقول يلا نلعب طاولة وندلدل دماغنا. تعرفت الحاجات دي كلها منين؟ وعندي في المنطقة اللي انا عايشة فيها بوم كتير. لي ايه ده انت كده فتحت موبايلاتنا؟ اختيارات للدبانة بتبيض قد ايه؟ لما بتتعصبي لسانك بيفلت ولا يا خرابي؟ ده البوكس بتاع جاسبس فرع الجونة، هنفتحه ونشوف فيه ايه. اول حاجه اسئله ملهاش علاقه ببعض. مبدئيا كده الناس بتبدا يومها وتظبط مودها بشاي او نسكافيه، الا انت تبدا يومك وتظبطي مودك بلعب الطاوله. اه صح، ده حقيقي. ايه حكايتك مع الطاوله؟ ماما دايما تقول يلا نلعب طاوله وندلدل دماغنا، بنقعد كده نركز في الطاوله كده الصبح كده مع النسكافيه وبنبتدي نشغل الدماغ كده. ببتدي يومي بقى، ببتدي يومي ببقى مدلدله دماغي. ماما دايما تقول كده. السؤال اللي بعده، طب بما انك حريفه لعب طاوله، شيش بك يعني ايه؟ انا مش حريفه قوي يعني، ما اعرفش الاسامي خالص. شيشيك اصلا. عرفنا انك مش بتردي على الموبايل خالص او بتردي بعد كتير. مين الرقم اللي اتصل بيك كتير هتردي فورا؟ انت مكاوي؟ مكاوي بريس مش انت؟ في صاحبي كان بيكلم مكاوي المذيع. لا ما علينا، ما بردش على التليفون ليه؟ علشان انا موبايلي اتسرق وانا ما بفهمش في التكنولوجي خالص، ما بفهمش في السوشيال ميديا خالص، ما بفهمش خالص في الحاجات دي. انا قلت فاشن جدا ولسه عندي اجنده بكتب فيها هعمل ايه بكره، وما بعملش كالندر على الموبايل، الحاجات دي ما فيش. فلما موبايلي اتسرق كل النمر ضاعت من عندي كلها كلها كلها. ما بردش على اي نمر غريبه، كل مره برد ما ببقاش مبسوطه اني رديت، فما بردش كتير. ده حقيقي فعلا. تعرفت الحاجات دي كلها منين؟ عندي 50 60 مسج على الواتساب ما بردش عليه. انا يومي بحبه وبحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى عندي روتين. يعني الناس كلها بتكره الروتين، انا بحاول يبقى عندي روتين. بحاول دايما ان انا اصحى بدري، بحاول دايما ان انا العب رياضه الصبح، بحاول ان انا ابقى بهتم بالزرع بتاعي لاني بقيت احب الزراعه جدا، وبحاول ان انا اهتم بحيوانات والبغبغان بتاعي، وبحب اطبخ. يومي فعلا مشغول، يومي فيه حاجات كتير. فلو مش حاجه شغل او مش حاجه مهمه او مش كده ما برد، ما بشوفش، معرفش، ما بهتمش. اصلا ما بحبش ان انا افضل قاعده على الموبايل كتير، بحس انه بيأثر عليا جدا. سينا مش عارفه هي ولد ولا بنت عشان لسه لازم اعمل لها تحليل. اه طلع لازم يتعمل لهم تحليل ويتبعت بره عشان يتعمل التحليل ده، فموضوع كده لسه ما عملتوش. اه بتقول سينا بس، البغبغانات الصغيره ما بتقولش كلام كتير زي البغبغانات الكبيره، فقرفانه بقى. سينا سينا سينا. لا انا اللي جايباها. انا بحب الطيور قوي، كان نفسي اشتري بومه، كانت امنيه حياتي اشتري بومه، بحب شكل البوم جدا جدا. وعندي في المنطقه اللي انا عايشه فيها بوم كتير، بس ما اشتريتش البومه عشان بتاكل فران وتعابين، وانا مش عارف اكلها فران وتعابين، وكان لازم يا اما كده يا اما اوديها كل فتره ياكلوها فران وتعابين، فما عندهمش اكل عادي يعني زينا، فما ربيتش بومه عشان كده. بس انا بحب الطيور قوي. مامتك مسجلاكي على الموبايل بيوتي ليه؟ ايه ده انت كده فتحت موبايلاتنا؟ ده موبايلاتنا ولا بيوتي ليه؟ انا واخويا كده يعني كلنا كده ليه. مامتنا بتعمل لنا نيك نيمز بتسجلنا بيها، فبيوتي سويتي لولي ديدي كده، هي مسجلانا الحاجات دي، وكلنا مسجلنا الهانم. هانم صح. كنت طفله مدلعه ولا مشدود عليكي شويه؟ لا مدلعه جدا، وده كان صعب لان انا لما ابتديت بقى اول حاجه اشتغلتها ولوحدي احكي يا شهرزاد، عرفت يعني ايه ما يبقوش اهلي موجودين. اتعلمت حاجات كتير قوي لما ابتديت اشتغل من وانا صغيره، اهلي كانوا مدلعيني بصراحه. ماما لا ضربتني شبشب، هي اي حاجه مضايقاها تروح اي حاجه جايباها من جنبها وحدفانه بيها كده سلاح الشيب. بس والله لا كانت مدلعيني، ما كانتش شديده. لا حلوين حلوين. اي حاجه جنبها ترمي بيها، اي انت تشوفها ماسكه حاجه اجري على طول. حتى الكلاب لما تشوفها بتعمل كده تجري. لما انت مدلعه ازاي مامتك كانت تخانق تخنقك بالمخده؟ ايه ده ايه ده؟ ايوه ايوه انت عرفت منين؟ هي كانت مره تخنقني بالمخده، لقيتني بتكلم في التليفون متاخر، بتكلم في التليفون متاخر، راحت ماسكه المخده وحطها على دماغي، واخويا بقى قاعد يصوت يا ماما هتموت هتموت. بتكلم في التليفون. اه كنت هموت، مش عايزه افضحها والله، مش عارفه يعني. ماشي ايه تاني؟ سرك دايما في ميكروفون ولسانك دايما بره بقك، اخر حاجه قلتيها وندمتي انك قلتيها كانت ايه؟ ده فعلا انا عندي مشكله ان انا ما عنديش اسرار والكلام ما بيعديش على دماغي، ما بيعديش، لو عدى على دماغي ثانيه مش هيطلع. زي ايه؟ اي حاجه عني، اي حاجه عني شخصيه ممكن اقولها عادي جدا. ممكن اقعد اتكلم مع ناس اول مره بشوفهم بس انا حبيتهم وخدت عليهم، بقعد اتكلم معاهم واقول كل حاجه، ده عيب فيا رهيب 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 رهيب. مشاكل مشاكل بجد يعني. ماما بقت تقول لي ما تقوليش بقى عن الموضوع ده، احنا بنحذرك ما تقوليش الحاجه دي خالص. انا ديني بقول على طول بنسى والله. رسمه تاتو على رجلك الشمال، في تاتوهات في اماكن تانية كتير، بس انا بطلت لان الموضوع ادمان، شفت ان التاتو ادمان، الحلقان بتاعت الودن والحاجات دي كلها ادمان، فبخاف انا من اي حاجه ادمان ادمان وببعد عنها. عامله تاتو فريق
ايد اخويا والسينما والفراشه تقريبا بس. لا عن حاجه يعني، انا عندي تاتو مكتوب على امي جنتي وحياه، كلها نفس الحروف ومرسوم بطريقه ان الميم بتتقري ح والالف حياه وهتبقى امي. تاتو بحبه قوي. لا كل يعني التاتو اللي انا عاملاه بيبقى بيمثل حاجه فيا مش كده، بس خلاص بطلت اعمل كده لان فعلا هو ادمان. دي حاجه حقيقيه على فكره. اقرب صديقه ليكي غير مامتك؟ ايوه انا فعلا مامتي صاحبتي الوحيده، واتمنى ان كل الناس تحاول تعمل كده وتحاول تصاحب مامتها، لان مفيش اي حد في الدنيا هيخاف على حد غير مامته، ولا هيتوجع على وجعه غير مامته، ولا حد يتخانق من مخده غير مامته. فانا وماما اصحاب، عدينا بقى مراحل المخدات في الحياه. ايوه اقرب صاحبه ليا ممكن صاحب ولد اسمه احمد لطفي زربه، هو اقرب صاحب ليا. معلومات عامه، بس انا فاشله قوي في المعلومات العامه، بس ماشي هنحاول. اصل لعبه الطلبه. ايوه السعوديه، السودان، لبنان. سهرانه لبنان مش بتنام اصلا، المطرب اسمه سهرانه. انا بحس ان البلد الوحيده اللي بتسهر وبتحب الحياه زينا هي لبنان، فقلت سهرانه ده اسم حد؟ لا انا عمري ما هعرف المطرب اللي سهران. كاظم الساهر، لا ما كنتش عمري اتخيل. بلد ايه يا استاذ كاظم الساهر؟ علاء. معلوماتي العامه بايظه خالص. جنسيه مخترع سله المهملات؟ راجل عظيم، راجل نظيف، راجل محترم. فرنساوي؟ لا مش الدرجات، انا يمكن عشان تربيت مدارس فرنسي فعرفت دي، لكن ما اعرفش اسمه ايه. اسمه ايه بقى؟ ماشي. اصل كلمه شاورما السيخ المحمي. لحمه او فراخ؟ يا اصل كلمه شاورما هتبقى لحمه او فراخ. انهي بلد؟ مصر، لبنان، تونس، الجزائر. مش عربيه كمان الشاورما مش بتاعتنا، فابدا انا افتكرتها حاجه عربيه. جت تركيا؟ ما بتكلمش تركي. مش قلت لك سيخ؟ طب والله العظيم قلت سيخ، قلت السيخ المحمي بس. كم بيضه تضعها الذبابه طول فتره حياتها؟ بتقرفنا والله العظيم يا رب. حقيقي انا ما بفهمش الكائن ده، غريب. اكيد ملايين الملايين الملايين من الدبان. بجد؟ ازاي؟ بتموت؟ بتبيض قد ايه؟ اختيارات للدبانه بتبيض قد ايه؟ بتستقلب 10,000؟ 10,000 وايه؟ 900؟ عشان انت قلت مش كتير يعني. مين ابو ايه؟ مين ابو التيت؟ من هو ابو التيت؟ انا قاريها صح؟ مين ابو التيت؟ اكيد في تين، ابو التيت، تين، في الطائر. معلومات جديده كلها عليا. جنسيه مخترع شريط الكاسيت؟ الماني، امريكاني، هندي. بالسمك؟ بالسمنه. ايه ده؟ الصين، هولندا؟ هولندا، ايوه صح. انا قلت فلسطين العظيم ما دام هو هنيدي على طول. حلوه حلوه المعلومات دي نعرفها. حيوان اللي له رجلين بس ما بيعرفش يمشي؟ كنجرو. بينط فعلا، ايوه صح والله يجي في بالي. حيوان بيشم من لسانه؟ ايه الحيوانات دي؟ بنخاف منه؟ انت متاكد انه حيوان مش حاجه بتعوم في البحر؟ مش سمك، طير، تعبان. انا اول مره اعرف انه بيشم من لسانه. متوسط عمر النمله؟ بتهيألي كتير، بس انا متحسه ان النمله بتعيش كتير قوي، لان النمل اصلا عنده مدن تحت الارض وبيعمل مباني، والنمل نمل قوي جدا. انا اسمع كده، ما اعرفش دي معلومات غلط ولا لا. صح معلومات صح. قوي جدا النمل، فمتوسط عمره يا راتي 24 ولا 30 40؟ 30 40. 12 ل 20 اقل حاجه، ما بيعيش كتير. 64. كم عدد الرياكتد على الفيسبوك؟ يعني ايه ده؟ انا مش سوشيال ميديا خالص. سائله ده من اول حلقه، انا ما بفهمش في التكنولوجي ولا السوشيال ميديا ولا اي حاجه. التليفون بالنسبه لي برد. 100. الايموجيز مش قصدك؟ اوكي. لايك، انجري، لاف، كير. 5. سمايلي فيس العاديه. دي اصلا لايك. الوش اللي بيضحك بقلب، لاف. نسيتني ده، انا كنت شايفاهم 5. واو. وايوه وسعد وانجري. 7. مفيش خالص معلومات عامه. عربي خالص. فيلم لدينا الشربيني وجميله عوض هبتة صح؟ تعرفني؟ في اللعبه دي هتجاوبي على كل الاسئله بسرعه جدا، وبعدها تتكلمي حد قريب ليكي جدا وتساليه نفس الاسئله عشان تعرفي هو عارف كويس ولا لا. ليه ما عندكيش صحاب كتير من الوسط الفني؟ عشان انا منطويه شويه. صحابي الفنانين ببقى عارفاهم من زمان قوي، من ساعه ما اتولدت يعني، لكن ما عنديش صحاب، ما بعرفش اعمل صداقات معاهم. دي معلومه حقيقيه فعلا. ما عنديش صحاب من الوسط للاسف، دي غلطتي انا، منطويه سنه. تعرفي ترقصي بلدي وشعبي؟ بحاول. بحب الرقص جدا، بحب اتعلم رقص، بحس انه بيطلع مني طاقه سلبيه جدا. بتبسط وبلعب رياضه. الرقص مفيد جدا جدا للبني ادم، وفي طاقته وفي نفسيته وفي صحته وفي كل حاجه، بس بحب اتعلم. وبلدي يعني على قد بتاع حركتين بتوع الافراح دول. لا مش محترف. بتعلم. مين الشخص اللي زعلك ممكن تروحي تصالحيه؟ امي. اي حد تاني طز دي اصالحه امي واخواتي بس. لا انا تنكه قوي. لما بتتعصبي لسانك بيفت ولا؟ يا خرابي. ولا ما بيعديش على دماغي للاسف. ممكن تحلقي شعرك زيرو؟ ماما مره حلقت لي شعري على جرسان بس ما حبيتش الشكل خالص. زيرو لا ما اعتقدش. نايد. ممكن تروح تقول لراجل انها معجبه بيه او تبعت له او انها بتحبه يعني، تروح تقول له كده؟ لا بس بيبان عليا. لا بس بيبان عليا جدا يعني، انا بيبان عليا ان انا معجبه بحد. لا مش بسبب بس ما بعرفش، بس انه عادي يعني. ده بيبان عليا جدا، ما بروحش اقول بس بيبان عليا. اكتر دلع
بتكرهيه؟ اه هي ماما نوسه كرهه، وهي الوحيده اللي بتقولي كده. انا بتقولي نودي على طول، بيقولي نودي عشان مامتي اسمها نهاد وانا اسمي نهاد، فكل الناس بتقولي نودي حتى في الشغل بيقولي نودي. بس فجاه بلاقيها طلعت كده قالت لي نوسه، اقول لها مين نوسه؟ ليه نوسه؟ معرفش، مفيش سين حتى في اسم. اكل مامتك ولا دليفري؟ ماما انا اللي بطبخ، ما بعرفش اطبخ خالص، فيبقى الدليفري طبعا. لبس شتوي ولا لبس في صيف؟ بس اللبس الشتوي احلى، بس انا ما بستحملش. اه بس اللبس الشتوي بيبقى اشك يعني، بس بحب اللبس الصيف. بحر ولا بول؟ بحر طبعا. كلاب ولا قطط؟ كلاب. والقطط الحيوانات كلها، بس انا بحب اربي قطط الشارع. ماشي. ماما بتتفرج على افلام دلوقتي فنكلم اخويا. معلش يا محمد انت سبيكر تاني برنامج تاني جوسب. ايوه انا بحب الجوسب. ليه ما عنديش صحاب كتير من الوسط الفني؟ ارد بجد ولا ارد حاجات بتاعت برامج؟ رد استر على اختك. يعني البني ادم مش المفروض يبقى بيصاحب ناس من الوسط بتاعه بس او لا؟ واكشلي لا، عندك صحاب كتير من الوسط الفني. هو شايف ان عندي صحاب كتير من الوسط الفني. ليه؟ يعني مش المفروض يبقى عندك اكتر من كده؟ يعني المفروض اصلا البني ادم ما يبقاش عنده ناس كتير قوي كده كلوز. اصل انا واخويا متطولين جدا، بنقعد مع بعض في الاوضه ما بنكلمش حد، فانا كلمت حد شايف ان انا كده عندي صحاب. بعرف ارقص بلدي؟ وانا ما اعرفش ومش حابب اعرف. ما اعرفش مش حابب يعرف. ماشي. مين الشخص اللي لو زعلك ممكن اروح اصالحه؟ لو زعلني انا انت تروحي تصالحيه؟ لا لو زعلني انا. لو زعلك انت روح اكله مش هصالحه. اي حد. اي حد يدوسلي على طرف. اي طبعا هعمل كده. لا انا بقى مين لو حد زعلت هروح اصالحه؟ انت تزعلي حد يعني تيجي تصالحيه؟ امي. شفت؟ امي. وانا وقلت كده والله العظيم، قلت امي واخواتي والله. لما بتتعصبي بتتعصبي لسانك بيفلت ولا لا؟ لساني بيفلت. لسان زي ما بيحصل كده بيقع جمل. لما بتعصب بيحصل كده. ايوه قلت لك. اه برده بيفلت خالص. والله ومن غير ما تتعصب. ايوه قلت لهم كده برده. دوره من غير ما تتعصب. انا لساني فلت على طول، ما بيعديش على دماغي. ممكن تحلقي شعرك زيرو؟ اه انت عملتي كده بتهيألي زمان، شلتي جنب ولا حاجه كده مدرسه ايام حاجه ده ماما اللي عملت كده، بس انا حبيت الشكل. لا انت حلقتي، انت ايه اللي حلقت لك؟ ايوه هي اللي حلقت. كنت عملتي ايه؟ معرفش عملت ايه، اكتئبت. هي مع اي حد بيزعل بتوديه يحلق شعره مش عارفه. ايوه حتى اختي بتعمل كده. اكتئبت شويه وراحت. ايوه خلاص بقى خلاص ماشي. لي خلاص بقى. هو انا ممكن اروح اقول لراجل ان انا معجبه بيه او بحبه؟ لو بيفيه كده. اه بس انت تنكا ما تحبيش. لا مش هتعملي كده. مش هعمل كده. انا قلت مش هعمل كده بس قلت هيبان عليا. هذا التانيك زياده ومش هيبقى طايق يعني، فاهمه؟ احنا هنبقى هنا. احنا هنبقى هنا. اوكي ماشي. اه هيبان. وبعدين هو اللي يجي، احنا ليه نروح لحد نقعد؟ كلمت اخويا برضه، ما هي دي مشكله. هو اللي يجي. اكتر دلع بكرهه معروف. المرق. لا مش قصدي اكتر دلع، لا انا قصدي اسم دلع. حاجه نوس ايه؟ حاجه كده في اسم. ايوه هو نوسه ده. ايوه هو. بيقولوا لي اكل مامتك ولا دليفري؟ قول لهم يا محمد اكل مين؟ اكل امك طبعا عشان هي امك. ماما بتطبخ؟ انت بتكذب كده في البرنامج عادي؟ عشان تباتي في بيتكم. انا بقى في مصلحتك. بيقول لي عشان تباتي في بيتكم. ماما ما بتطبخش اصلا. ماما ما بتطبخش. لبس شتوي ولا صيفي؟ انا بحب البس لبس شتوي ولا صيفي. خلينا في الشتوي احسن عشان يعني ده في حاجه تتلخبط. السؤال ده بيقول لي البس شتوي احسن عشان نبقى ملمومين. لبسنا ملمومين. بحر ولا بول؟ بحر. كلاب ولا قطط؟ شكرا. معظم الاجابات صحيحه. اي برنامج اي حاجه عندك كلميني. اكلمك على طول يا حبيبي. تسلم لي يا رب. ربنا يوفقك. وحشتني. ماشي. اوكي شكرا لجوسبس. باي.